بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل. عنصر المفاجأة هو الأهم، يتلف عليه بسرعة، ما تديش عدوك وقت للرد، اذبح من الوريد للوريد، لازم تكون عنيف وما عندكش أي خوف، ارمي الأرض، اذبح بسرعة، مفيش رحمة. احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، إننا نرجع مصر ونستولي على الحكم. كنا مستعدين إننا نواجه أي تحدي في سبيل الله، وما كانش في أي حاجة تهمنا إلا دعوة الإسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا إما الموت وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا إما نكسب المعركة. أنا اتدربت علشان أكون قناص، وبرعت في إصابة الأهداف بدقة. من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم يا أمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال التدريب اليوم يا إخوة؟ على أحسن ما يرام يا أمير. بارك الله فيكم، استريحوا. الأمير كان بيزورنا بشكل منتظم علشان يتفحص استعدادنا، وفي ليلة أرنا من جريدة مصرية خبر عن اعتقال مجموعة من المرسلين الأجانب. المجموعة دي كانت بتحاول تنصير مسلمين في واحدة من مستشفيات المرسلين في مصر عن طريق الإغراءات المالية والجنسية. الموت للكفرة! الخبر ده كان فيه إهانة كبيرة لكل واحد فينا. كان شهر رمضان وكلنا حسينا بالتقصير في قضية نصرة الله، شعور بالغضب المريع سيطر علينا كلنا، والمسألة دي بالنسبة لي كانت سبب جديد علشان يزيد كرهي للمسيحيين. النصارى بيقولوا إنهم يومها قطعنا عهد على نفسنا إننا نقضي على التبشير المسيحي مهما كان الثمن، لكن الأمير اعتبر إن المعركة بالسلاح انتهت، وشاف إن انتصارنا ممكن يكون بس عن طريق المواجهة بالمنطق، وبالتحديد عن طريق كتابة كتاب يثبت إن الإنجيل محرف وإنه مش مصدر ثقة. إن كتابهم محرف. ومين بقى اللي يكتب الكتاب ده؟ يا راجل انت هتخاف من حتة كتاب؟ امي كانت بتقول ان النصارى بيعملوا اعمال سحر وشعوذة بالكتاب دوت، وان اللي يقرا الكتاب ده بيحط نفسه تحت تأثير السحر بتاعه. ولعنته كمان، انا مش ممكن اقرا الكتاب ده، لا لا ده مستحيل. لا تجادل ولا تناقش، ان
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يجب أن تفعل ما أقوله يا خليل. لا يا أمين، شوف حد غير يوم المهمة دي. لا لا، خليل أرجوك يا أمير، شوف حد تاني يوم المهمة دي. أعتقد أنه لا يوجد شخص أجدر على أداء هذه المهمة غيرك يا خليل. لكن أنت بتطلب مني أن أكون زيهم، أفكر زيهم، إزاي أعمل كده؟ أطلب مني أن أقتل كل نصراني في مصر، لكن ما تطلبش مني أن أقرأ كتابهم ولا حتى ألمسه. إن غيرتك في سبيل الله لشيء عظيم جدا، ولكن هذه الغيرة قد أعمت عينيك فلم تعد قادرا على التمييز. ألا يمكنك أن تدرك الشرف الكبير والفخر العظيم الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة؟ سوف تكون أول من يكشف أكاذيب النصارى واليهود، وسوف أدفع لك 500 جنيه كمرتب شهري طوال هذه المدة، وسوف أسلمها لك بنفسي. سيبنا المعسكر في الصحراء وأنا رجعت البيت. أنا قعدت لمدة شهر تقريبا من غير ما أعمل أي حاجة. هيا يا ولاد، حصل ايه في المسلسل النهاردة؟ مسكينة أم الواد. حصل ايه؟ ابنها ما ينزلش الشارع وعربية جت وخبطته. يا عيني يا ابني، خدي الشارع تعالي اتفرج معانا يا أمي. خليل، أخيرا قررت إن أنا أتبع تعليمات الأمير. كان لازم أطوعه وأبتدي أشتغل في المهمة اللي هو كلفني بيها، لكن بصراحة ما كنتش عارف أبتدي منين بالظبط. في قرايتي للتوراة لقيت شوية حاجات فيها تناقض واضح بينها، لكني قلت دي مش هتساعدني قوي لأن القرآن كمان فيه اختلافات كتير زي كده، وإذا قلنا إن الحاجات دي بتضعف من دقة الكتاب المقدس ومن صحته هنكون بكده بنحكم على القرآن بنفس الطريقة. علشان كده بديت أدور على أخطاء تانية، لكني ما لقيتش ولا واحدة. قريت الكتاب المقدس كله لكني ما لقيتش اللي كنت بتمنى ألاقيه. مفيش ولا آية في كتاب النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حد أحمد. لقد أحضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ. إظهار الحق. هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد
صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وردت بالتوراة والإنجيل. وليه ما وردتنيش من قبل كده؟ كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولا. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، سوف ترى. قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من 26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟ فكرت لو ان الانجيل صحيح ومش مزيف، يبقى ايه مستقبل القرآن؟ مش ممكن يكونوا الكتابين صح، علشان كل كتاب منهم بيتحرك في اتجاه عكس التاني. وبكده بديت اكتب ورقة بحث بعنوان هل القرآن هو كلمة الله؟ ولما خلصت البحث كان عدد صفحاته بين 200 و300 صفحة. وفي يوم من الأيام جه الأمير في زيارة مفاجأة. اتفضل حضرتك، استناه هنا في الأوضة، خليل دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك. شكرا. الحمد لله، أخيرا بدأ بالكتابة. ايه اللي جرالك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟ ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا صرحت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل ما انا ترد عليا وتقول لي ربنا اختارني انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومني انا. احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره. لا 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 لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي، وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القران نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله. اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم. القران بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهدين الناس. سورة المائدة عيسى يقدر يخلق. سورة العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس الموت. عيسى هيرجع على السحاب وهدين الناس في يوم الاخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط.
النهاردة لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، وأنا أقول للجماعة إنك بعتنا يا كافر. كلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كرم كرم خليل خليل. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول الله الآخر أيضا. حارب الكفار لأنهم بلا إيمان، حارب المشركين بالطريقة التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا أباء أو أطفالا أو أزواجا، اقتلوا. والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم. الو تيميساوس، انا خليل. لا 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 كويس، انا بس عايز اتكلم معاك لمدة. وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. بعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور. ايوه معلم، ما شفتش شنطتي؟ الشاب بتاعك معايا. ايوه معلم هجيب لك. حاضر. انا محمود. سقطت بيه سقطت بيه، بشوف شنطتي سبتها انا اهو. شنطه ايه يا فندم اللي بتتكلم عليها؟ بس دي فيها بطاطي وفيها الانجيل. الانجيل يا فندم يا فندم، فلوس المكالمه يا حبيبي، تعالى هنا يا فندم. يا رب ارجوك اسمعني وريني طريقك. كل اللي انا عاوزه وكنت بدور عليه ان اعرفك واكون ليك من كل قلبي. يا رب انا حبيتك من صغري وكل حياتي بين ايديك. يا رب انا ضايع، انا محتاج لك. يا رب انا عارف انك اله واحد، هل انت اله المسلمين ولا اله النصارى؟ لو كنت اله المسلمين شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. لو كنت إله النصارى اديني نور في قلبي عشان أعبدك. يا رب وريني طريقك، اذهب لي الحق من فضلك يا رب. الليلة دي أنا نمت بعمق بصورة ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم. انت لسه عندك شك فيا؟ انت مين؟ انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه. انا مش قادر افتكر. اقرا الانجيل. انا بحب الانجيل. ايوه انا عارف، لكنه ضاع مني مع كل اوراقي. الكتاب ده مش ممكن يضيع ابدا. قوم وافتح دولابك وانت هتلاقيه هناك.
خليل؟ أمي لازم تسامحيني يا أمي، أنا كنت فاكر إني بتبع الإيمان الصح لما كنت بعاملك بأسوأ طريقة مش كويسة، سامحيني واسمحيلي أبوس رجلك يا أمي من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا خليل؟ ربنا وراني الحق يا أمي، ربنا اللي عرفته النهارده مش هو اللي كنت بتبعه زمان. يا ابني هو إله واحد مفيش غيره. أيوة يا أمي، وهو اللي بيوصلني دلوقتي إن أحبك وأكرمك. ومين هو الإله ده يا خليل؟ هو الإله الحقيقي اللي ظهر في المسيح عيسى المكتوب عنه في القرآن. بس يا حبيبي لو سمعوك هيقولوا عليك اتجننت. أنا هعمل اللي تقولي عليه يا أمي، لكن أنت فعلا مصدقاني؟ ومصدقكش ليه يا ابني؟ أنت عمرك ما عملتني كده. روح يا ضنايا، إله يحفظك وما يتخلاش عنك أبدا يا حبيبي. سامحيني يا أمي من فضلك يا أمي، سامحيني. قلبي سمحتك يا اتغير. سمحتك يا حبيبي اتغير. أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني لولادي، وفضلت صاحي لغاية الصبح. كل حاجة كانت عينيا تقع عليها كنت أشوفها جميلة جدا. كنت عايز أحضن وأبوس كل إنسان أقابله، وكنت عايز أقول لهم إني بحبهم قوي، حتى المسيحيين اللي كانوا عارفين إني راجل متعصب وعنيف. حبيبي لسه ما فتحش. انا جاي اكلم معاك. لسه ما فتحش. من فضلك انا عايز اطلب منك انك تسامحني. ارجوك من فضلك كلمني بعدين. ارجوك انا اتغيرت. اتغيرت؟ انا مش نفس الشخص. انا اتغيرت. انا عارف ان انا اذيتك زمان عشان انت مسيحي. سامحك اتغيرت. انا ما استاهلش انك تسامحني. سامحني ارجوك سامحني. انا اتغيرت. هللويا. يعني ايه الكلمه دي حبيبي؟ ايه ده اتعلم حاجات كتير. ايه اللي حصل؟ تعال انا اتغيرت. بفضلك سامحني. تعال سامحني. انا سامحتك حبيبي. سامحني. تعال حبيبي. تعال. ومن اليوم ده ابتديت اتغير. خليل هل تؤمن بان يسوع؟ الناس اللي كانت عارفاني والناس اللي معايا في الشغل كلهم لاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي. انا كنت انسان بيكره، قاتل، حرقت كنايس، سرقت محلات، قمت باعمال عنف كتيره، لكن المسيح غير حياتي. ولما ابتديت أتصرف بحسب تعاليم الكتاب المقدس أصبحت إنسان محب. أنا بقيت حر، ابن الله حررني. ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في الماضي كان الموت بيخوفني، كان حاجة بشعة ومفزعة، لكن دلوقتي مفيش للموت سلطان عليا. أنا بقيت في المسيح وكل شيء أصبح جديد. هل ممكن للفهد انه يغير جلده؟ هل ممكن للأسد انه يعيش بسلام مع الحمل؟ ممكن لراجل مليان بالكره والعنف المدمر لأعدائه انه يبقى راجل سلام؟ بالنسبة لخليل ممكن نقول الأسئلة دي ما خطرتش على باله أبدا، لغاية ما قابل شخص يدعى أمير السلام الرب يسوع المسيح. ممكن يكون ده مستحيل، أيوة من وجهة نظر إنسانية ده مستحيل جدا، لكن كل شيء ممكن مع الله. ده ياخدني بالذاكرة لراجل يدعى شاول، زي خليل عنيف ومؤذي وكمان كان عالم، عمل على تدمير المسيحيين في بلاده وشارك بقتل الكتير منهم، لاكتشف في نهاية الأمر إن حربه ما كانتش ضد بشر بل ضد الله. جعل الله شاول يركع على ركبه، ومن الموقف المذل والوضيع ده صرخ الرجل الفخور والغضبان في يأس: مين أنت يا رب؟ وجاوب الرب وقال: أنا يسوع، ولما تحارب كنيستي تحاربني شخصيا. الرجل ده يعرف اليوم باسم بولس،
وهو كتب بالوحي الإلهي أكثر من نص العهد الجديد الإنجيل. إيه اللي غير شاول من جوه؟ إيه اللي غير خليل؟ بالنسبة للرجلين قدرة واحدة، قدرة المحبة. القدرة اللي أنا عايز أكلمك عليها النهاردة مفيش قوة أعظم منها. صديقي، الله محبة، ده اللي بيقوله الإنجيل. الله هو القادر على كل شيء، والعالم بكل شيء، والحاضر في كل مكان، واللي قبل كل شيء هو محبة. الله مش عايز أي حد يهلك، بالعكس ربنا عاوز إن الجميع في كل مكان إنهم يتوبوا ويعرفوا الحقيقة. عاوزنا إننا نعيش معاه للأبد في مكان اسمه الملكوت. مطلبه الوحيد هو إننا نقبل يسوع المسيح مخلصنا. وهنا نوصل لنقطة مهمة، اسمع لي بانتباه. خليل كان له تجربة متميزة برؤية يسوع في حلم. يمكن تفتكر إنك تحتاج نفس الشيء عشان تخلص، لكن الواقع مش كده. الخلاص هرية من الله للناس كلهم في كل مكان. مطلب الله الوحيد هو إننا نيجي له بالإيمان، وحتى الإيمان هو عطية من الله. إيه اللي ممكن نعوزه أكتر من الحب؟ من إله محب. يا ترى عايز تاخد هدية الحياة الأبدية؟ يا ترى عايز إنه تتغفر لك خطاياك وتبقى من المخلصين بدم يسوع في عائلة الله؟ إله المحبة يستمع ومش هيرفض أي حد من اللي يقوله بصدق وإخلاص. أيا كان نجاحك أو فشلك، الله حابب إنه يجيبك لحضنه الدافي. هو إله المحبة، ومحبته العظيمة تغطينا كلنا وتغطي خطاياها كلها بلا تفريق وتغفرها جميعا. صلي معايا. يا رب أنت عارف أنا بحبك قد إيه. يا إلهي المحب، اغفر لي خطايا، اعطيني حياة أبدية يا رب. عدني مع المحظوظين بوجودك في حياتهم يا رب، لأجل الدم الغالي في اسم يسوع المسيح، ولك يا أبانا وروحك القدوس معه كل المجد والعزة والإكرام، أمين. أخي وأختي، لو صليتوا معايا الصلاة دي اعرفوا إن ربنا هيخش حياتكم وهتكونوا من المخلصين، ويكون يسوع هو منبع حياتكم، أمين. وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا إما نكسب المعركة. أنا اتدربت علشان أكون قناص، وبرعت في إصابة الأهداف بدقة. من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولكن لا بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل. عنصر المفاجأة هو الأهم،
يتلف عليه بسرعة. ما تديش عدوك وقت للرد، اذبح من الوريد للوريد. لازم تكون عنيف وما عندكش اي خوف. ارمي الارض، اذبح بسرعة، مفيش رحمة. احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، اننا نرجع مصر ونستولى على الحكم. كنا مستعدين اننا نواجه اي تحدي في سبيل الله، وما كانش في اي حاجة تهمنا الا دعوة الاسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا اما الموت